يزداد فيه تجملا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابته وتابعيه ومحبيه أجمعين، وبعد، وصلنا بالتطبيق إلى الحديث عن الآية أو عن المقطع الذي هو قوله تعالى: ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم. وصل بنا الكلام إلى قوله تعالى: وأبصارهم. فالخلف فيها يدور بين الفتح والتقليل والإمالة، وبين حكم حمزة في الوقف عليها. أما هشام فلا دخل له في هذا، لأن الهمزة ليس متطرفا، لأن الهمزة ليس متطرفا. جميل. إذن قلنا بأن الذين يميلون هم الدوري كاملا، يعني في روايته عن الكسائي وفي روايته عن أبي عمرو، ومعه من؟ معه السوسي، لقول الإمام الشاطبي: وفي ألفات قبل را طرف أتت بكسر أمل تدعى حميدا كأبصارهم. تدعى حميدا وتقبل كأبصارهم. هذا الشاهد. أما الإمام ورش فإننا نأخذه من قول الإمام الشاطبي: وورش جميع الباب كان مقللا، ويريد بالباب ماذا؟ هذه الأشياء التي مرت. إذن ورش من طريق الأزرق له فيها ماذا؟ له فيها التقليل قولا واحدا. إذن نرجع إلى القول في مذهب حمزة في الوقف على مثل هذا. دليله من الشاطبية: أولا، ما الذي يفعله الإمام حمزة في مثل هذا؟ التحقيق والتسهيل. من أين لكم هذه الأشياء؟ هل هذه الهمزة مبتدأة أم متوسطة؟ هي، نعم أحسنت، هي عوان بين ذلك، فلك أن تعتبرها متوسطة لكن بزائد، ولك أن تعتبرها مبتدأة. فمن اعتبرها مبتدأة حقق على ذلك، على القول، على المذهب الذي يقول بأن حمزة عند الوقف لا يغير الهمزة المبتدأة. إذا اعتبرتها متوسطة فلا يمكن أن تكون متوسطة إلا بماذا؟ ليست متوسطة في نسق الكلمة ولا في بنية الكلمة، ليست منساقة في بنية الكلمة، ليست تنتظمها بنية واحدة، وإنما توسطت بزائد. توسطت بزائد، وما هو هذا الزائد؟ هو الواو، والزائد هو الذي يمكن فصله عن ذات الكلمة. إذا توسطت الهمزة بحرف من الحروف لفظا أو خطا فحكم حمزة في الوقف عليها بماذا؟ إما أن نعتبرها مبتدأة فنحقق، وإما أن نعتبرها متوسطة فتسهل، لقول الإمام الشاطبي: وما فيه يلفى واسطا بزوائد دخلنا عليه. إذن نستنبط أنها زائدة من قوله دخلنا عليه. فيه وجهان أعملا. هل لا يكون فيها إلا التسهيل؟ من غير التسهيل هل يجوز الإبدال؟ يكون تغييرها على حسب القواعد، بحسب المذاهب المتفقة. إذا كانت مفتوحة إثر كسر يكون ماذا؟ يكون الإبدال ياء بأسمائهم مثلا. سنتبين هذه الأشياء في محلها بإذن الله تعالى. إذن قال الإمام الشاطبي: وما فيه يلفى واسطا بزوائد دخلنا عليه، فيه وجهان أعملا كما ها ويا واللام والباء ونحوها، ولامات تعريف لمن قد تأمل. أعيد: وما فيه يلفى واسطا بزوائد دخلنا عليه، فيه وجهان أعملا كما ها ويا واللام والباء ونحوها، ولامات تعريف لمن قد تأمل. رضي الله عنكم، أحسنتم. أعيد البيت
أعيد الدليل. وما فيه يلفى واسطا بزوائد دخلنا عليه فيه وجهان أعملا كما ها ويا واللام والبا ونحوها أحسن. ولامات تعريف لمن قد تأمل. أنا هكذا أريد حفظكم أن يكون حفظا متقنا لا تردد فيه، لا تردد فيه. أعيد البيت. واجأروا إلى الله بهذا فأنتم في عبادة، اجأروا إلى الله تعالى، ارفعوا أصواتكم. وما فيه يلفى واسطا بزوائد دخلنا عليه فيه وجهان أعملا كما ها ويا واللام والبا ونحوها ولامات تعريف لمن قد تأمل. إذن إن شاء الله تعالى سنتبينها عند الشرح والتعليل. إذن تعين للإمام حمزة عند الوقف ماذا؟ التحقيق أو التسهيل، والأصل في ذلك الاعتداد بالعارض الزائد أو عدم الاعتداد به. إذن الأصل الاعتداد بماذا؟ بالعارض الزائد وعدم الاعتداد به، وسنشرح هذه الأشياء بإذن الله تعالى. إذن له ماذا؟ له التحقيق وله التسهيل. وهشام ماذا يفعل في مثل هذا؟ يحقق. لماذا؟ لأنه إنما يغير الهمزة المتطرفة لقول الإمام الشاطبي. ومثله يقول هشام، أو مثله يقول هشام ما تطرف مسهلا. ومثله أو مثله على كل حال يقول هشام ما تطرف مسهلا. أحسنتم. إذن بقي شيء في هذا؟ نقرأ، ابدأ لقاله. ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم. قرأ الآن لمن؟ لقال على ماذا؟ توسيط ماذا؟ لا تقول هذا الكلام، وإنما نقول على إسكان ميمي. إذا كان عندنا منفصل تكلمنا هذا الكلام. فهمت لماذا لا نريد أن ندخل في مراتب، لنمشي على طريقة الشاطبي، وإلا بقينا هنا إلى العام القادم في كلمة واحدة. إذن ما الذي عندنا؟ قلنا قرأ لقالون على إسكان ميم الجميع. ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم. هل اتفق معه أحد أم انفرد؟ اتفق معه هشام. خرج من؟ خرج ابن ذكوان. لماذا؟ لإمالة شاء. نعم. ثم اتفق معه من؟ عاصم والليث أبو الحارث. لماذا؟ نعم في أبصارهم. إذن من الذي خرج عند الكسائي؟ خرج الدوري. خرج الدوري. نعم. نعطف الآن بمن؟ ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم. نقرأ على الإمالة، نعطف بالإمالة في أبصارهم. وأول من يميل من أصحاب رتبة من؟ هو نفسه، إنما عند أبي عمرو، أليس كذلك؟ ويندرج هو مع نفسه عند الكسائي، أليس كذلك؟ جميل. اقرأ. ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصيرهم. إذن أمال، إمالة كبرى لمن؟ قرأ الآن لمن؟ نعم. ونقول على ما يقوله الناس، قرأ. سنتحرر من هذه القيود بعد حين إن شاء الله، سنختار جموعا أخرى وجمعا آخر، فلا تبتئسوا ولا تيأسوا من روح الله، لكن نمشي الآن على ما يمشي عليه الناس حتى نتمكن بإذن الله تعالى. نقول قرأنا الآن أو عطفنا بمن؟ لدور أبي عمرو. واندرج معه من؟ لأن من الذي يميل؟ نعم أحسنت. قرأنا لدور أبي عمرو واندرج معه دور الكسائي. وإن تحررتم من هذه القيود قلتم ماذا؟ قرأنا للدور كاملا. لأن السوسي لم يندرج. لماذا؟ لأجل الإدغام الكبير. نعم. نعطف الآن بمن؟
ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم. نعم، نعطف الآن لقالون على وجه ماذا؟ على وجه صلة ميم الجميع. اقرأ. ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم. قرأ لقالون على وجه صلة ميم الجميع، ولا مد له، ولا مد لا منفصل له. إذن يندرج معه من؟ يندرج معه ابن كثير، اندرج معه ابن كثير. نعطف الآن بمن؟ أقرب الخلف الإدغام. لذهب بسمعهم. اقرأ للسوسي. ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصيرهم. مع الإمالة. إذن قرأ للسوسي الآن وانفرد بهذا الوجه، وانفرد. أو تظنون أنه اتفق مع أحد؟ انفرد. قرأ بماذا؟ بالإدغام في قوله لذهب بسمعهم، فقرأ لذهب بسمعهم وأمال قوله تعالى أبصيرهم. أبصيرهم. أعد لنا هذا الوجه. ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصيرهم. أمل أمل. وأبصيرهم. 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 أحسنت. أعيدها أعيدها حتى نسمع. ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصيرهم. ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصيرهم. إذن نعطف بمن الآن؟ ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصيرهم. وأبصيرهم على التقليل. اقرأ. ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم. 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 تبدأ بالتقليل من أول النطق بالحرف. وأبصارهم. أعد. وأبصارهم. قرأنا له نعم بإشباع المتصل والتقليل في ماذا؟ في قوله أبصيرهم، ولا مشارك له في هذا الوجه. هو فذ بهذا هذا الوجه. هو فذ بهذا الوجه. نعم، نعطف الآن بمن؟ نعطف الآن بإمالة شاء. نعطف الآن بإمالة شاء لابن ذكوان. اقرأ. ولو شاء أمل أمل. ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم. قرأ الآن لمن؟ لابن ذكوان على إمالة شاء. لماذا؟ لأنه يتفق مع الإمام حمزة في إمالتها. نعم، نعطف الآن بمن؟ على التحقيق أولا. على التحقيق أولا رضي الله عنك. اقرأ. ولو شاء أمل. ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم. حقق الهمزة وأبصارهم. جميل. يعطف الآن بماذا؟ بوجه التسهيل. بوجه التسهيل. نعم. ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم. 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 جميل. من أين أخذنا له ولابن ذكوان الإمالة؟ من قول الإمام الشاطبي. جاء شاء وزاد فوز، وجاء ابن ذكوان وفي شاء ميل. ما الذي بقي عندنا في هذا؟ لم يبق شيء. إذن اقرأ بسم الله. تابع. إن الله على كل شيء قدير. إن الله على كل شيء قدير. ما الذي في هذا؟ هذا المد الذي في شيء يسمى بمد اللين. اللين.
ما الحكم فيه؟ ما الخلف فيه؟ القصر لمن؟ للجميع من غير الوقف عليه، من غير الوقف عليه للكل. نعم، وأيضا فيه ماذا؟ التوسط والطول. التوسط والطول لمن؟ لورش. جميل. وأيضا فيه أيضا ماذا؟ السكت لحمزة. السكت لحمزة. أما الترك فهو مع الباقين. جميل. من أين أخذنا للإمام ورش؟ نعم، الطول والتوسط لقول الإمام الشاطبي هكذا دائما، لقول الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى: وإن تسكن الياء بين فتح وهمزة بكلمة. تابعوا بطول وقصر، بطول وقصر تابعوا وصل ورش ووقفه. انتهى هذا، تحدثنا عنه في الأول. عند سكون الوقف للكل أعمل، أليس كذلك؟ جميل. إذن ما الذي عند ورش؟ عنده ماذا؟ الطول بطول وقصر. نعم، أخذنا له الآن، أخذنا له الطول من الطول. والشاطبي قال وقصر، بطول وقصر، وأنتم قلتم بأن له ماذا؟ الطول والتوسط. فأين التوسط هنا؟ نص على الوجهين اللذين هما الإشباع والتوسط، المهدوي وغيره أولا. ونبه هو بنفسه رضي الله عنه، نبه الشاطبي على ماذا؟ بقوله بطول أي بتطويل المد، بطول أي بتطويل المد. ثم قال وقصر، بطول وقصر. ما هو القصر هنا؟ ما نقص رتبة عن الطول، عن الطول، ولزم أصل المد، ولزم أصل المد. ولو لم يرد هذا المعنى لقال ماذا؟ لقال بمد وقصر، لقال بمد وقصر. لكن لما قال بتطويل بطول يريد ماذا؟ تطويل المد، والقصر يريد به ماذا؟ النزول عن رتبة، عن رتبة الطول، ويلزم أصل المد. إذن هو التوسط، هو التوسط. إذن نأخذ له التوسط والإشباع في هذا من هذا. نعرج الآن إلى الإمام حمزة، من أين نأخذه؟ أعيد للشاهد الورش. وإن تسكن الياء بين فتح وهمزة بكلمة نواو فوجهان جملا بطول وقصر وصل فوجهان جملا أي حسنا واستحسنا. نعم نعم، بطول وقصر وصل ورش ووقفه وعند سكون الوقف لكل إعمال. انتهى. جميل جميل. نعرج الآن إلى مذهب الإمام حمزة. ما مذهب الإمام حمزة في مثل هذا؟ له السكت وعدم السكت. أخذناه من ماذا؟ من قول الإمام الشاطبي عن حمزة في الوقف. نعم، ويسكت في شيء، ويسكت في شيء وشيئا وشيئا لم ولنافع لدى يونس آلان بالنقل نقل. جميل. إذن يقول ماذا؟ ويسكت في شيء وشيئا، ويسكت في شيء وشيئا. جميل. بسم الله اقرأ. إن الله على كل شيء قدير. قرأنا الآن لمن؟ لقالون، واندرج معه الجميع إلا من؟ إلا ورش و تخلف عنه ورش وحمزة. ورش في ماذا؟ في توسيط وإشباع اللين، وحمزة في السكت، وحمزة في السكت. إذن نعطف الآن لمن؟ نعطف الآن لورش على وجه ماذا؟ على وجه التوسط. اقرأ. إن الله على كل شيء قدير. إذن نقدم ماذا؟ نقدم التوسط، وبه قرأ الأستاذ. اقرأ، اقرأ لورش، أعيد وجه التوسط. إن الله على كل شيء قدير. كأنك زدت فيه قليلا.
إن الله على كل شيء قدير. هذا وجه التوسط في اللين لي لورش. إذن نعطف عليه الآن بالإشباع بالطول بتطويل مد اللين. اقرأ. إن الله على كل شيء قدير. اتضح؟ لم يشاركه في هذين الوجهين أحد أحد إلا ما إلا 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 متوسطا عند حمزة فيه من طريق الطيبة. نعم نعطف الآن بمن؟ لحمزة بماذا؟ بالسكت. اقرأ. إن الله على كل شيء قدير. أعد. إن الله على كل شيء قدير. أقل زمنا من هذا. إن الله على كل شيء قدير. دون زمن الوقف. دون زمن الوقف. ما يستدل به على ماذا؟ على أنه سكت. والإمام الشاطبي يقول: وسكتهم المختار دون تنفس. ولا نبطئ، لا نبطئ في السكت. نعم، اقرأ الآية التي بعدها. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. ما الذي في هذه الآية أو في هذا المقطع؟ يا أيها الناس، أول ما يبدو يا أيها الناس، قلنا بأن المنفصلة يقصره بخلف من؟ نسرع الآن. من؟ دوري و دوري أبي عمرو وقالوا بخلفنا، ليس كذلك؟ والسوسي وابن كثير يقصران قولا واحدا لقول الإمام الشاطبي: فإن ينفصل فالقصر بادر طالبا بخلفه ما يرويك درا ومخطئ إلى آخره. ما الذي بعده؟ يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي، أين؟ لا أبدا. أين يكون المطل؟ أين يكون المد؟ اقرأ. يا أيها الناس اعبدوا نعم ربكم، ربكم الذي. أين الحيز الذي يكون فيه مطل الحركة؟ أين تكون الصلة؟ لا حيز للمطل، فلا يجوز أن يكون في مثل هذا، سأشرحها لك إن شاء الله في مكانها. إذن اعبدوا ربكم الذي خلقكم، خلقكم ستأتي الآن، خلقكم. ما الذي فيه قبله؟ نعم، الإدغام الكبير، الإدغام الكبير في ماذا؟ هذا إدغام كبير في نعم في متقاربين، في متقاربين في كلمة، في كلمة واحدة. من الذي يدغمه؟ يدغمه السوسي. ما مأخذه من الشاطبية؟ أبدا أبدا لا أبدا. وإن كلمة حرفان فيها تقاربا فإدغامه للقاف في الكاف مجتلى، وهذا إذا ما بعده متحرك مبين وبعد الكاف ميم تخللة كيرزقكم واثقكم وخلقكم إلى آخره، أو اقرأوها كما شئتم، أليس كذلك؟ وخلقكم وخلقكم جاءت، أليس كذلك؟ ما الذي قال هناك في التيسيرية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. باب إدغام الحرفين المتقاربين في كلمة. إن كلمة حرفان فيها قربا أدغمك القاف في كاف يجتبى، بشرط سبق قافها بالحركة وبعد كاف ميم جمع مدركة لمدركة. نعم. مثاله يرزقكم واثقكم خلقكم مثاله أعيد. مثاله يرزقكم واثقكم. مثاله يرزقكم. نعم. مثاله يرزق. يرزقكم. إما أن تفك ولا تصل، وإما أن تدغم وتصل. مثاله يرزقكم واثقكم
خلقكم وأظهرا ميثاقكم. هذا لا نريده الآن. مثاله ماذا؟ مثاله يرزقكم وثاقكم. ها؟ مثاله يرزقكم وثاقكم إلى آخره. تابع. خلقكم و... خلقكم هي هذه. ها؟ هي هذه. تحفظون هذه الأشياء إن شاء الله تعالى. إذن هذا إدغام كبير. ها؟ وقع في بين ماذا؟ بين متقاربين في ماذا؟ في كلمة. في كلمة. إذن من الذي يدغم؟ ها؟ مرده إلى من أين أخذنا أن السوسي يدغمه؟ نعم 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 نعم، لأنه أخذناه من لأنه من باب يجري عليه ما لحكم المتقدم، ما لحكم المتقدم، سواء كان متماثلين أم متقاربين، وسواء كان في كلمتين أم في كلمتين. على كل حال، وهذا سنفكه إن شاء الله، سنفكه. ما الذي بعد هذا؟ صلة ميم الجميع. ها؟ خلقكم هنا الآن تصلح الصلة ويصلح الإسكان لوجود الحيز الذي فيه الصلة، لقول الإمام الشاطبي: وصل ضم ميم الجمع قبل محرك دراكا وقالون بتخيره جلا. ما الذي بعد هذا؟ والذين من قبلكم أيضا الصلة كالذي تقدم، ثم ماذا؟ لعلكم أيضا الصلة كما تقدم. هل بقي شيء؟ إذا فلنبدأ. بسم الله، اقرأ. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم خلقكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. قرأ الآن لمن؟ لقالون على قصر المنفصل وإسكان ميم الجميع. جميل. هل يندرج معه أحد؟ اندرج معه دوري أبي عمرو على قول على وجه على وجه القصر، أليس كذلك؟ جميل. نعطف الآن بمن؟ على ماذا؟ صلة ميم الجميع على ماذا؟ على قصر المنفصل. اعطف الآن. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. قرأ الآن لمن؟ عطف لقالون على قصر منفصل وصلة ميم الجميع، ويندرج معه من؟ ابن كثير قولا واحدا. أعيد هذا الوجه. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. ما الخلف القريب؟ نعم. اعطف الآن بالإدغام للسوسي، اقرأ وأنت على مرتبة القصر قولا واحدا. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. هذا الإمام السوسي قرأ له بالإدغام وله القصر قولا واحدا. نعطف الآن بمن؟ لقالون على ماذا؟ على وجه توسيط المنفصل وإسكان ميم الجميع. اقرأ. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. هذا من؟ قالون على وجه ماذا؟ توسيط المنفصل وإسكان ميم الجميع. نعطف الآن بمن؟ هل يندرج معه أحد؟ نعم، يندرج معه دوري أبي عمرو وابن عامر وعاصم والكسائي. لا مانع من هذا، لا مانع من هذا. نعطف الآن بمن له على ماذا؟ على الصلة في ميم الجميع، ويقر على توسيط المنفصل. اقرأ.
يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. من هذا الآن؟ هو فذ بهذا الوجه، ينفرد بهذا الوجه، لا يشاركه فيه أحد، لم يندرج معه أحد. نعطف الآن بمن؟ نمشي إلى أصحاب المرتبة الطولى. بسم الله. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. هذا الإمام ورش على وهو على الإشباع، هل انفرد أم اندرج معه أحد؟ اندرج معه، لا مانع من اندراج حمزة معه، لا مانع من اندراج حمزة معه. هل بقي أحد؟ لم يبقى أحد. اقرأ. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. ما الذي في هذا المقطع؟ أولا أعيد الآية، أول الآية. الذي جعل لكم أول ما فيه الإدغام الكبير، لمن؟ للسوسي، وهو إدغام من كلمة أم من كلمتين؟ من كلمتين. في متقاربين أم في متماثلين؟ إدغام المثلين، لام في لام، حرف اللام في مثله في كلمتين، اللام في الكلمة في آخر الكلمة الأولى، واللام أيضا في أول الكلمة الأخرى، وهما متحركتان. جعل لكم، فلا مانع من الإدغام. والذي يدغمه هو الإمام السوسي رحمة الله عليه. قال الإمام الشاطبي: وما كان من مثلين في كلمتيهما فلا بد من إدغام ما كان أولاك يعلم ما فيه هدى وطبع على إلى آخره. ما الذي بعد هذا؟ جعل لكم الأرض. الخلف فيها هو خلف أصل يدور بين ماذا وماذا؟ بين التحقيق والسكت والنقل، أو التحقيق والنقل والسكت، أو النقل والتحقيق والسكت، لا إشكال في هذا. فالواو لمطلق العطف لا للترتيب، على مذهب الإمام سيبويه وعلى مذهب الإمام السهيلي رحمة الله عليه، وسنتبين هذه الأشياء بإذن الله تعالى. إذن أولا نبدأ بماذا؟ بالنقل. كيف نأخذ النقل ولمن؟ هو لورش، نأخذه من أين؟ من قول الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى: وحرك لورش كل ساكن آخر صحيح بشكل واحذفه مسهلا. جميل. كيف هذا وصلا ووقفا، أليس كذلك؟ وصلا ووقفا. ما الذي لحمزة؟ له السكت وعدمه. له السكت وعدمه، من أين أخذناه؟ اسكت في شيء وبعضهم لدى اللام للتعريف عن حمزة تلا. كيف نأخذ هذا؟ اقرأ. وما فيه يلفى واسطا بزوائد دخلنا عليه فيه وجهان أعملا كما ها ويا واللام والباء ونحوها ولامات تعريف. هي هذه في الوقف، ولامات تعريف لمن قد تأمل وإن مر حكمها مع ورش، لكن هنا يريد أن يبين حالتها في الوقف، وأن النقل فيه قوي، أن النقل فيه أولى من غيره، ولا تحقيق له بغير سكت. له إما التحقيق مع السكت، وإما النقل قولا واحدا. هذا بالنسبة لي للوقف. أما في الوصل فقد جاءتنا في الدرج الآن. ما الذي فيها؟ الذي جعل لكم الأرض. إذن نعم، له السكت وعدمه،
جعل لكم الأرض فراشاً، فراشاً ما الذي فيها؟ ترقيق الرائي وتفخيمها. من الذي يرقيق؟ ورش، ورش يرقيق. لا 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 مانع من ترقيق هذه الراء، لا مانع من ترقيق الراء عند الإمام. ورش نأخذه من أين؟ ورقق ورش كل راء وقبلها مسكنة ياء أو الكسر موصلة. أعد أعد الشاهد. ورقق ورش كل راء وقبلها مسكنة ياء أو الكسر موصلة. وصلكم الله بخير وإلى لقاء آخر بإذن الله تعالى.